بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي يحظر ظهور العسكريين في الإعلام أو السفر دون إذن مسبق. هل سيشمل هذا القرار خليفة حفتر؟ هل سيشمل المسماري؟ هل سيشمل كل هؤلاء الضباط المتقاعدين أو المتواجدين والذين خاضوا حروبا ضد العاصمة طرابلس ولا يزالون يثيرون القلق في منطقة سرت والجفرة؟ هل سيشمل القوات الأجنبية الموجودة مثل فاغنر وغيرها بطريقة غير شرعية على الأراضي الليبية؟ نتابع مع حضراتكم ما جاء في هذا الحظر وعلى لسان رئيس المجلس الرئاسي الليبي في بيان رسمي. أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. سلطت وسائل الإعلام اليوم الأضواء على هذا البيان وهذا الحظر الصادر عن المجلس الرئاسي الليبي. وكالة الأناضول تقول: ليبيا، المنيفي يحظر ظهور العسكريين في الإعلام أو السفر دون إذن، ردا على قيام بعضهم بعقد لقاءات بالداخل والخارج والظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي. لعله يشير هنا إلى خليفة حفتر أو المسماري الذي يعني كان يخرج بشكل دائم ومنتظم ليخاطب الناس وكأنه قائد الجيش الليبي. الآن المنيفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي يصدر تعليمات، فهل سيلتزم الداخل الليبي بذلك؟ وهل يمتلك المنيفي من الأدوات ما يجبر خليفة حفتر والمسماري وغيره وغيرهم من كل القوات العسكرية ومن يشغلون المناصب العسكرية بالانضباط والالتزام بهذا القرار؟ أصدر رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنيفي قرارا يقضي بمنع الضباط المتقلدين لمناصب قيادية من السفر خارج البلاد دون إذن أو الظهور في وسائل الإعلام. جاء ذلك في وثيقة رسمية أصدرها المجلس 8 أبريل نيسان الجاري، وأعلنت عنها المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة عبر صفحتها على موقع تويتر أمس الاثنين. وجاء في الوثيقة: يحظر اعتبارا من تاريخ هذا القرار على كافة الضباط شاغل المناصب القيادية بالجيش السفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القائد الأعلى محمد المنيفي مهما كانت دواعي السفر. وأضافت: وبالنسبة لمن عداهم من العسكريين تكون الموافقة من إدارة الاستخبارات العسكرية وفقا للإجراءات المعمول بها. كما منع المنيفي كافة العسكريين مهما كانت رتبهم ومناصبهم وطبيعة أعمالهم من الظهور في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بالتصريحات وفق الوثيقة. لا شك أنها وثيقة مهمة إن استطاع المنيفي أن يطبقها، وإن استطاع أن يلزم المتمردين وأن يلزم خليفة حفتر تحديدا والمسماري ومن على شاكلتهم من الظهور أمام وسائل الإعلام وأن يتحركوا خارج إطار الدولة. وتأتي هذه القرارات وفق الوثيقة ردا على قيام بعض الضباط بعقد لقاءات بالداخل والخارج والظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي، ما اعتبرها المنيفي خروجا عن المهام الرئيسية للجيش. واعتبرت الوثيقة هذه الأفعال من الأعمال المحظورة على العسكريين ويعاقب عليها قانونا وفق لقانون العقوبات العسكرية وقانون الخدمة بالجيش. وأصدر المنيفي أوامره للجميع بالتقيد بما ورد في قراره، مطالبا إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية بمتابعة تنفيذه بكل دقة وإبلاغ المدعي العسكري عن أي مخالفة لما ورد به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. والمنيفي يحمل صفة القائد الأعلى للجيش في شرق وغرب البلاد وفقا لما جاء به ملتقى الحوار السياسي، والكلام ده حصل يوم 5 فبراير شباط الماضي عندما انتخب المنيفي من ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة
وهذه السلطة التنفيذية موحدة تضم حكومة برئاسة عبد الحميد لدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنيفي لقيادة البلاد حتى انتخابات 24 ديسمبر كانون الأول المقبل. أيضا هذا الموضوع المهم حظي باهتمام واسع. موقع سبوتنيك الروسي يقول المجلس الرئاسي الليبي يحظر على العسكريين تقديم تصريحات للإعلام أو السفر دون إذن. وهنا جاء أيضا الخبر يعني حيث قرر المجلس الرئاسي الليبي وبصفته القائد الأعلى للجيش محمد المنيفي اليوم الاثنين منع كافة شغل المناصب العسكرية من السفر خارج البلاد دون إذن أو الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام. لا شك أنه قرار مهم جدا، ولكن هل سيحترم؟ هل سنشهد خروقات؟ هل سنشهد يعني أي تحركات عسكرية أو إعلامية أو صحفية داخل وخارج ليبيا خاصة من طرف المتمرد حفتر؟ بنغازي سبوتنيك وجاء في وثيقة رسمية من مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي، حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منها إلى كافة وحدات الجيش الليبي. تبين لنا قيام بعض الضباط بعقد لقاءات بالداخل والخارج أو الظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي بدون إذن من القائد الأعلى، مما يعتبر خروجا عن المهام الأساسية للجيش الليبي باعتباره جيش الوطن وبعيدا عن أي صراعات مهما كانت. وأكد المنيفي أن على الجميع التقيد بما ورد وضرورة الحصول على الإذن المسبق من القائد الأعلى وعلى إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية متابعة ذلك بكل دقة وإبلاغ المدعي العسكري عن أي مخالفة. أيضا هذا الموضوع المهم حظي كما ذكرنا بتغطية واسعة. أيضا جريدة العرب تقول المنيفي يحظر ظهور العسكريين في وسائل الإعلام وسفرهم بدون إذن، وأيضا جاء الخبر كما نتابع مع حضراتكم. أيضا جاء أيضا في موقع عين شفق المنيفي يحظر ظهور العسكريين في الإعلام أو السفر دون إذن. إذن الأطراف المختلفة المعنية بالشأن الليبي قامت بالتركيز على هذا الخبر وعلى هذه الوثيقة المهمة والتي سيكون لها ما بعدها إن استطاع المنيفي والمجلس الرئاسي أن يفرضها على كافة الأطراف في ليبيا، خاصة الطرف الذي يتواجد في خليفة حفتر وقواته. أيضا جاء في الدستور المصرية قرار رئاسي يحظر على العسكريين الظهور الإعلامي والسفر إلى الخارج دون إذن. وهنا جاء يعني في الدستور المصرية ما جاء في هذه الوثيقة، وكان هذا العنوان اللافت: بلاغ بمثابة أمر. وشدد البلاغ على إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية متابعة تنفيذه بكل دقة وإبلاغ المدعي العام العسكري عن أي مخالفة لما ورد به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا أن هذا البلاغ بمثابة أمر مستديم وواجب التقيد به. وفي البلاغ الثاني أمر المنيفي بحظر كافة الضباط شاغلوا المناصب القيادية من السفر خارج البلاد إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القائد الأعلى. لا شك أن هذا التطور الكبير مهم جدا، وعلى يعني السيسي والجانب المصري أن يلتزم بهذا القرار وألا يتم دعوة خليفة حفتر أو المسماري أو أي وفود عسكرية دون إذن القيادة السياسية الليبية والقائد الأعلى للجيش الليبي المتمثل في المنيفي محمد المنيفي. أيضا هذا الخبر جاء أيضا في تيرتي عربي التركية، تقول في العنوان: المنيفي يحظر ظهور العسكريين الليبيين في الإعلام أو السفر دون إذن مسبق، لماذا؟ وبدأ هنا يعرض نفس الخبر المهم وتداعياته. لا شك أن هذا الخبر لأهميته حدثت تغطية كبيرة جدا على هذا الموضوع، لأنه سيكون على المحك قدرة المنيفي على فرض هذا الأمر، خاصة على الجنرالات الكبار مثل خليفة حفتر ومن يقفون معه في خندقه. هل سينجح المنيفي في فرض واقع جديد أم سنجد تمرد وخروج على هذه القرارات؟ متابعين الأعزاء، أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة
وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.